الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. مشاهدين الكرام، متابعين برنامج الجريء، أهلا وسهلا بكم على شاشة الصحة والجمال. طبعا لكل حديث بقية. كان معانا محورين الحلقة الماضية. أول محور اتكلمنا عليه استغاثة من أحد المواقف بنطاق حي السويس، وطبعا كان معانا إنجازات لرجال الجيش الثالث الميداني. احنا النهاردة بنكمل بقية أو باقي الحلقة الماضية. يعني الناس بقى اللي قاعدة برة على الشاشات الفضائية، الناس دي ما بيعجبهاش أي حاجة في مصر، سايبة العالم كله ومركزة على مصر، ولا تطوير بنية تحتية عجبهم، ولا تطوير في إنارة عجبهم، ولا تطوير في رصف عجبهم، ولا أي حاجة. مشاريع كبرى دولة الرئيس بتقوم بيها أو دولة رئيس الوزراء بيقوموا بيها مش عاجباهم. طيب انتم عاوزين ايه من نفسكم؟ الدولارات ملت عينيكم، وللأسف انتم حرام يتقال عليكم اللي انتم مصريين، حرام اللي انتم يتقال عليكم اللي انتم مصريين. ليه؟ تقعدتوا في مصر وخدتوا خير مصر وشبعتوا من مصر، طلعتوا سنة ولا سنتين ولا ثلاث سنين بعد الثورة، بقيتوا تستخفوا بعقول الناس وتضحكوا على الناس وتنزلوا حاجات ما بتحصلش وفبركة، وقومتوا الأطفال والشباب يضربوا إزاز وطوب، ويعني لولة وزارة الداخلية أو مديرية الأمن في أي محافظة ما في ضرب الطوب والإزاز اللي كان بيحصل ضبط النفس، كنتم عاوزين ثورة تاني، وده مش هيحصل. على العموم أمامكم الشاشات وقولوا اللي انتم عاوزينه. احنا عندنا دلوقتي ناس مثقفين، ناس متعلمين، في وعي، في فكر، وإن شاء الله مصر في المقدمة ومصر في الأمام، وعمر مصر ما هتقع. نكمل الحديث بتاع الموقف. طبعا كان عندنا في موقف عشوائي في محافظة السويس بنطاق موقف السادات، كان في عنده يعني في مشكلة صغيرة أو في يعني حاجات كده بتحصل ما بين ناس وبعضيها، وطبعا دخلت فيها ناس من بره بتوقع الدنيا وبتخرب الدنيا. اتدخلنا والحمد لله رب العالمين، بعد يعني بعد التدخل مع رجال الشرطة والجهات السيادية تم حل الموقف في الموقف، والناس هناك بتحب بعض، الناس بتخاف على بعض، الناس هناك مش بلطجية. ده فيه يعني كان قصة كده حصلت هناك، كان في سواق شغال في الموقف الكبير الرسمي، وجم ناس قالوا له احنا عاوزينك بنديرة، وخدوا السواق خطفوه وقتلوه. اللي جابوا السواق بتوع الموقف العشوائي، هم اللي راحوا جابوه بتوع يعني السواقين واصحاب السيارات والناس اللي ماسكه الموقف هناك، هما اللي جابوا الراجل اللي اتقتل وهو احمد المطري. على الاقل لما حد بيروح ياخد ورديه من هناك ولا بياخد عربيه يطلع بيها ولا بيطلع بمأموريه، الناس هناك بتاخد بطاقته بتعرف هو مين، مش سايبين الدنيا كده عايمه وخلاص. احنا هناك حلينا الموضوع بتاع الموقف، ويا ريت يعني لو فريق الكنترول جاهز يطلعني نبص على تقرير كده ونشوف هناك أصحاب السيارات ونشوف هناك الناس اللي ماسكين الموقف بيقولوا إيه، ونرجع تاني. أنا صاحب عربيتين بقالي 15 سنة شغال في الموقف. تمام. أنا ما فيش أي مشاكل مع الناس اللي ماسكة الموقف، ناس كويسة، وغير كده أنا اللي بيركب من عندي من هنا بنات قضاة، بنات مستشارين، بنات ركن نيابة، بنات طلبة، ما فيش أي مشكلة بتحصل معاهم بوديهم لغاية رمسيس. البنات الطلبة بيروحوا الموقف الكبير بينزلوا 4:30 وبيتبهدلوا. وانا موقف هنا الحمد لله رب العالمين، مفيش مشاكل، وبقالنا بتاع 15 سنه شغالين،
واي يعني مشكله. ما حدش بيغلس على اصحاب السيارات هنا في حاجه. ما احنا لو في تغليس مش هنشتغل. تمام تمام شكرا. تمام تحت امرك فندم. ابو حسن اتفضل هنا اتفضل. عرفني بنفسك. عبد الحكيم محمد عطيه صاحب سياره. عبد الحكيم عرفني بقالك قد ايه هنا في الموقف؟ انا بقالي 12 سنه. 12 سنه. في مشاكل ما بين السواقين واصحاب السيارات الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. بيغلس على حد هنا بياخد لا لا حاجه الكلام ده؟ لا مفيش اي مشكله. معانا في الموقف وشغالين بنظام والحمد لله. يعني كلكم بتحبوا بعض؟ كلنا تمام والحمد لله مفيش اي مشكله. اشكرك اشكرك. شيخ صبري مرحب بيك. اهلا بيك يا باشا. عرفني بقى لك كام سنه هنا في الموقف؟ انا اسمي صبري صديق وانا بقى لي هنا حوالي 30 سنه. تمام. بالنسبه لحضرتك اللي احنا فيه يعني الموقف اللي احنا مش يعني بتاعنا اللي هو بتاع رمسيس ده، اول حاجه هنا في محافظه السويس ما فيش محطه قيام اسمها رمسيس. تمام. يعني احنا مش بنضر اي حد ولا مثلا انشأنا محطة هي اساسا مؤاخذة بيقول عليها عشوائية لكن هي مش عشوائية لان اساسا احنا هنا مواقف ادارة مواقف السويس عاملة محطة قيام بتقول ان هي السويس المرج ومن المرج للسويس اما ما عندناش احنا هنا السويس رمسيس وهنا بالتالي سيادتك في ناس هنا يعني كل يوم الصبح بتركب معانا ناس طلبة طلبات كليات ناس مرضى رايحين مستشفى مستشفيات فكل المستشفيات وكل الادارات اللي هي اساسا بالقاهره بتكون كلها في رمسيس يعني نروح رمسيس فاحنا حضرتك بنجازف وبنخش بعربياتنا على حساب نفسينا بيقابلنا عقبات من سيرفيز من اداره مرور القاهره وبنتغرم بال 500 جنيه وال 1000 جنيه وبرضه في سبيل ذلك ان احنا عشان بنخدم المواطن السويس. بين السواقين او اصحاب السيارات في اي مشاكل منهم؟ لا لا هي اساسا يعني حضرتك مش هقول ما فيش مشاكل هو في مشاكل بس مشاكل عاديه يعني. تمام. يعني زي اي حد يعني انت عرض مواقف وسواقين وعربيات وبتاع اما في مشاكل مثلا لحد انها يكون فيها حرابه او 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 كده لا لا ما فيش الكلام ده. دوركم ايه اتجاه الدوله؟ احنا زي ما يحصل اي ازمه مثلا احنا سيادتك يعني احنا من الواقع هو اللي بيقول احنا ما بنقولش على نفسينا. تمام. الواقع احنا سيادتك لما كان حصلت الثوره احنا شلنا بعربياتنا الركاب وغمرنا ومشينا في ظل المخاطر كان عدم دواعي امنيه على الطريق وبرضه كنا بناخد الراكب ونوديه ونشيله وندخله لغايه القاهره وكذلك برضه انت حضرتك لما بيكون في ضغط شغل لما بيكون في ضغط شغل وفي ركاب كتير لان الراكب السواق بتاع المرج لو انت اديت له على الدور ده 8 دور تاني عشان يخش رمسيس فما بيرضاش يخش رمسيس فبضطر ان احنا حته يعني الكلام ده مش انا اقوله من بقي او كلام لا ده حضرتك هو الكلام ده اسال بيه على رئيس مباحث المرور ان هو لما بيكون في زنقه او في ضغط شغل بيستدعي العجل بتاع ال 40 واحنا بنروح سيادتك وبنروح بنشيل الراكب وبنخش بيه ونتحمل المسؤوليه والعواقب والغرامات اللي هي بتيجي علينا لو مؤاخذه من مشاهدينا الكرام عدنا إليكم من جديد. طبعا شفنا تقرير خارجي من داخل أحد المواقف بمحافظة السويس تم حل الأزمة هناك. طبعا ياريت أي حد في خلاف ما بينه وما بين أي حد هناك يعني يكون التصرف بعيد عن الجهات الأمنية لأن يعني الشرطة هتعمل إيه؟ هتعمل إيه ولا هتعمل إيه؟ يعني الشرطة هتأمن الكنائس ولا هتأمن يعني النفق ولا هتأمن الكمائن ولا ايه؟ يعني احنا ما توصلنا لرجال الشرطه طبعا الناس قالت احنا ما عندناش مشاكل احنا بس بننزل في الازمات لكن اي واحد يتخانق مع واحد ويجري ده يروح يعمل له محضر وفي هناك نيابه تبقى بعيد خالص عن المواقف والكلام ده لان في ناس اصحاب سيارات وفي سواقين هناك وفي ناس ماسكه المواقف محترمين وبيحلوا ازمتهم مع بعض. طبعا انا معايا مكالمه هاتفيه من محمد المطري احد السائقين بمحافظه السويس. مرحب بيك يا استاذ محمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ هاني. استاذ محمد مرحب بيك، سامعني؟ يا استاذ هاني. استاذ محمد انا كنت بتكلم دلوقتي عن يعني كان في جريمه قتل في محافظه السويس في احد المواقف وهو الموقف الكبير طبعا في ناس جم اخذوا سياره وكان اللي في السياره هو اخوك كلمني على اللي حصل وايه اخر الموضوع ايه. والله استاذ هاني انا احمد اخويا اتاخد من الموقف مخصوص تمام ان هو رايح يجيب مشوار مخصوص بشابين. كان في موقف ايه؟
مواقف السويس، مواقف السويس. تمام. تمام، اخدينه من السويس ان هم هيجيبوا ناس مخصوص من الجيزه. تمام. تمام. خدوا اخويا وقتلوه واترمى في سرعه كرداس لمده اسبوع. واللي يحصلوا الاربع عارفين اللي بعت اللي برضه اشتغلت تمام. وقف معانا وقفه كويسه وشاف شغله ما شاء الله، خد بالك لغايه ما لقى الجد. تمام. تمام. الو. سامعك سامعك. ايوه استاذ هاني. سامعك. والعيال اتمسكت الحمد لله واعترفوا بالجريمه كامله ان هم واخدينه وسرقوا لنا العربيه وموتوه وتمثيل بالجثه وكل حاجه. القضيه بقى لها سنتين ماشيه بطيئه جدا يا استاذ هاني، ماشيه بطيئه جدا واحنا في نار مش عارفين نهدى. اذا كنت انا مش حد قلبنا في نار. ايه اعداد داخلين في 12 اللي فاتوا يعني بقى لهم سنه ولسه ما تنفذش الحكم. كلنا في انتظار الحكم العادل، يعني احنا خايفين العيال قد ايه؟ هم اخذوا اعدام يعني؟ اخذين اعدام بس التنفيذ لسه، يقول لك عندي ضعف. ضعف ده هموت مش هم. تمام يا استاذ محمد، تمام تمام تمام، اشكرك اشكرك. طبعا زي ما سمعنا يعني محمد المطري اخو احمد اللي هو توفى بيقول يعني الناس بتاعه الموقف العشوائي هم اللي راحوا جابوا الناس اللي قتلوا اخوه وهم اخذوا اعدام وطبعا لسه التنفيذ. اي مخطئ يحاسب، اي مخطئ يحاسب، احنا ما فيش، احنا في دوله قانون. وبكده هنكون انتهينا من حلقه الموقف. عندنا في محافظة السويس طبعا احنا يعني من شاشة الصحة والجمال وأسرة برنامج الجريء يعني بنبارك للسيد محافظ السويس والسيد الدكتور عبد الله رمضان والسكرتير العام والسكرتير المساعد على تجديد الثقة من فخامة الرئيس. طبعا كان في حركة محافظين وتم تجديد الثقة للسيد اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر في محافظة السويس. احنا كان في عندنا في محافظة السويس ميدان اسمه ميدان يعني الزراير، وكان في شارع النيل، وفي ميدان المحروسة، وفي ميدان اسمه عبد الحليم محمود. أنا معايا دلوقتي على الهاتف مكالمة من الأستاذ محمد فتحي مدير الطوارئ والتدخل السريع بمحافظة السويس. مرحبا بك يا أستاذ محمد. اهلا وسهلا، ازيك يا استاذ هاني؟ الله يخليك يا استاذ محمد. استاذ محمد كلمني، انا شايف في طفره كبيره في عرب المعمل بمحافظه السويس وشايف رفع التراكمات وشايف رفع القمامه من هناك، كلمني عن المعدات اللي بتشتغل والعمال عند حضرتك. والله احنا طبعا اداره اسمها اداره الطوارئ والتدخل السريع تابعه للمحافظه. تمام. الإدارة دي حضرتك بتخش على الأحياء بترفع التراكمات من مخلفات رش ومخلفات مباني اللي هي الأماكن اللي هي المكتظة بالمخلفات الثقيلة اللي الحي طبعا ما يقدرش يخش فيها. تمام. طبعا بنقوم احنا برفعها. طبعا كان في جولة السيد الوزير المحافظ لمنطقة عرب المعمل. تمام. طبعا شاف كميات مهولة، كميات مهولة من المخلفات. أمر بالفور دلوقتي، احنا بقالنا حضرتك اليوم السادس على التوالي شغالين فيها، بنرفع كميات أكتر دلوقتي من 15,000 طن رفعناهم من منطقة عرب المعمل. تمام. وما زال العمل شغال دلوقتي في منطقة عرب المعمل، وباذن الله يا فندم يعني ادينا شغالين، وحضرتك يعني السويس باذن الله هتبقى حاجه ثانيه بتاعت الاستاذ الوزير المحافظ. يعني ما بتخرجش جهد الراجل عن اي منطقه دلوقتي وبتجيله اي شكوى منها ما بيستناش حضرتك. اشكرك اشكرك يا استاذ محمد، شرفت. طبعا سمعنا مدير الطوارئ والتدخل السريع بمحافظه السويس الاستاذ محمد فتحي قال ايه 15,000 طن، وقال ان شاء الله السويس في المقدمه. هنرجع تاني لميدان المحروسة وشارع النيل، وطبعا كان في ميدان اسمه عبد الحليم محمود، كان في هناك زي مقبرة او مقام. طبعا المقام دوت شفت انا تقرير من سنتين على احد القنوات الفضائية، في ناس من محافظة السويس
قالت اللي هم بيقفوا قدام الضريح ده ويقروا الفتحة، واللي رايح يقول انا كنت بدعي وربنا بيستجاب من الضريح وحاجات كده الواحد كان بيسمعها. فطبعا السيدة اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس نزل تطوير كامل ورفع أرصفة، وكل محل يبقى قدامه بدل 3 4 ولا 5 متر لا يبقى قدامه نص متر على الرصيف عشان المشاة والمرة. فطبعا عند التطوير عاوز يشيل الجنينة اللي في النص ويعمل ميدان كده محترم، وهو ميدان عبد الحليم محمود. عاوز يشيل المقام ده من هناك او المقبره من هناك. ففي ناس قالت له يا فندم ده على عهد السيد محافظ السويس السابق جه اللودر وجاي يرفع المقام او المقبره، اللودر اتقسم اتنين والشغل المشغول دوت اللي احنا عارفينه طبعا، وده يقول لك اللي هيجي جنب المقبره هيتاذي. فالسيد المحافظ طلب مديريه الاوقاف والازهر وعمل لجنه وجاب رئيس الحي التابع للميدان وجاب الاسعاف وجاب التربي وجابوا الدنيا، علشان لو شافوا مثلا في عظم ولا في تحت مثلا جثه ولا حاجه يرفعوها. قعدوا يفحطوا يفحطوا لقوا ميه. طب انا عاوز اعرف الكلام ده ايه بقى؟ فين بقى فين الشيخ وفين المقام؟ وبعدين يقول لك الشيخ مش عارف ايه تمساح والشيخ بركات والشيخ انا مش عارف في ايه بالظبط. على العموم يا ريت يا ريت طلعني فريق الكنترول نبص على التقرير ونشوف وكيل اول وزاره الاوقاف بمحافظه السويس الدكتور محمد عجمي هيقول لنا ايه ونرجع تاني. حذر الناس، لان العلماء علمونا ان اطلاق الالسنه تلقي الاشياء جزافا في كل مكان بلا تثبت ولا حقيقه، يترك المجال فسيحا لكل من شاء ان يقول ما شاء في اي وقت شاء، ويصاب المجتمع بالهوس الفكري، وربما تسقط الامم بتسقط بهذه الشائعات، وده دورنا كعلماء دين اوقاف وازهر ان احنا نتصدى لهذه الشائعات، واحنا نسلط عليها الاسقاطات من القران والسنه حتى نؤدي دورنا الذي امرنا الله به. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، والقران علمنا ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. احنا جينا وكنا منخرطين مع الناس واهالي المنطقه، حتى كان بعضهم قريب منا يقول ان من 80 سنه واحنا حضرناه واحنا في كذا، كان ليس الخبر كالمشاهده، يعني ليس الخبر كالمشاهده، كانوا يشاهدون. وطبعا حينما يرى الناس الحقيقه تصم الالسن وتخرص الالسن ويعني تصم الاذان. يعني الجمهور شاهد المكان بيفسح الطريق وبيجمل المكان، ولو كان هناك قبرا كما أشار فضيلة الدكتور العجمي من السنة أن يرفع هذا القبر إذا مر على يعني المتوفى والله أعلم يعني 6 أشهر، ربما ترفع الرفاة وينقل إلى مكان آخر وليس فيه أي إهانة كما قال العلماء. وحتى سئل سيدنا عمر بعدما يعني دفن قال ماذا تفعلون من بعد يعني لقبري؟ قالوا يعني يحاط بكذا وكذا. قال إذا أردتم أن يعني تنتفعوا بالمكان بعد 6 أشهر فمن الممكن الانتفاع بالمكان، لأن الإنسان هو أمانة الله وترد هذه الأمانة، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وطبعا بنشكر معالي الوزير المحافظ وطبعا الإخوة الكرام من الجيش والشرطة والمساندة الشعبية التي كانت بجوارنا، وبنشكر كل أهل السويس. على اساس الموضوع ده اللي هو برضه
قبر موجود في مكان يعتبر في الملاحة بالسويس، مكان حي ومكان قد يكون إشاعة وجود قبر أو وجود جثمان بهذا المكان يخلي المسؤول أو يخلي اتجاهات المحافظة أو اتجاهات التخطيط سواء لراحة الناس ولسير العملية السيارات في الشارع في عائق، وممكن يكون هناك في مصلحة خاصة من صالحه ان هو يكون في اسم زي كده. نعم. زي ما تفضل فضيلة الشيخ عجمي، فعلا احنا تواجدنا النهاردة كنا حريصين قبل اللودر ان تأتي افراد انفار للكحت لربما يتواجد لنا جثمان، كنا برضو مستعدين جايبين كفن جايبين على اساس اذا وجد، لكن لله الحمد يعني طلعت هي اشاعة كاذبة، وده دور الازهر والاوقاف اظهار الحقائق او الوقوف على الحقائق، وده كان بالانتقال وبالطبيعة وفي وجود مع الوزير السيد اللواء عبد المجيد صقر. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم من جديد. طبعا شفنا أمامكم أهم رجال الدين، وكيل أول وزارة الأوقاف بمحافظة السويس الدكتور محمد عجمي، شفنا رجال الأزهر، شفنا المساعدين، شفنا رجال الدين قالوا إيه، طبعا بحضور السيد اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر والجهات التنفيذية هناك، وطبعا الجهات الشرطية شالوا طبعا المقبرة أو المقام من هناك، ما لقوش حاجة تحت. أنا بقول الكلام ده للناس اللي قاعدة على التواصل الاجتماعي فيسبوك بتستعمله غلط، قبل ما الناس تروح تشيل التربة دي أو المقبرة دي قاعدوا يقولوا اللي هيروح هناك هيتأذي، ده الشيخ ده وبركاته، الشيخ ده مش عارف إيه، الشيخ إيه. يا جماعة شوية كده نهدأ، لأن ما اتشالت المقبرة كله على الفيسبوك برضو اللي قاعد يتريق واللي قاعد يضحك واللي قاعد يهزر ويقول فين الشيخ راح فين، ده هم رايحين يشيلوا هرب والكلام ده. الكلام ده غلط يا جماعة، استخدام التواصل الاجتماعي ده غلط. نتحرى الدقة في المصداقية في الخبر وبعد كده نكتب. زي ناس برضو من يومين كتبت على صفحات التواصل الاجتماعي تغيير السكرتير العام لمحافظة السويس وهيجي حد مكانه مش عارف اسمه ايه، ابو زهرة. طب جبتوا يعني الكلام ده جبتوه منين اللي بتكتبوه؟ وبعد دقايق مسحوا الخبر وقالوا تجديد للسكرتير العام. الناس قاعدة بتخرف على صفحات التواصل الاجتماعي بتستخف بعقول الناس. ياريت ياريت نتحرى الدقة في المصداقية وبعد كده ننشر أو نكتب. كده خلصنا من موضوع الضريح بمحافظة السويس. ياريت بقى يعني كده فاصل كده عشان نجيب ضيفنا ونرجع تاني.
مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم من جديد. طبعا أرحب بضيف حلقة اليوم والكل حديث باقية. معايا القيادي الشعبي ورجل الأعمال الحاج مصطفى أبو غبان. مرحب بيك يا حاج مصطفى. أهلا وسهلا بيك أستاذ، وأهلا بمشاهدين قناة الصحة والجمال. حاج مصطفى، احنا كان معانا طبعا حديث الحلقة الماضية ما اتكلمناش فيه عن إنجازات رجال الجيش أو رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة في محافظة السويس. وطبعا وحضرتك داخل الاستوديو كان أمامنا على الشاشة إنجازات لرجال القوات المسلحة، وعلى رأسهم كان الفريق أسامة عسكر. عرضنا المستشفى، عرضنا الكباري اللي اتعملت، عرضنا إنجازات كتير لسيادة الفريق. وطبعا عرضنا الموقف، كان في مشكلة عندنا في الموقف، وعرضنا الضريح، عرضنا حاجات كتيرة. عاوزك تعلق لي كده على يعني مشكلة الضريح دي، اللي يعني اللي اتشال وما لقوش حاجة تحت ولا عظم ولا رفاه ولا كلام. والله انا اضم رايي لراي سيادتك، انا اتكلمت في برنامج على موضوع الضريح، ان اي حد يكتب في السوشيال ميديا المفروض يتحرى الدقه، وان في حاجات كده يعني انا ما اعرفش في حاجه ما اتكلمش فيها. نعم. لان طبعا ما ينفعش الخوض في الحاجات دي، الحاجات دي حاجات حساسه. في ضريح يبقى في ضريح، ما فيش ضريح يبقى ما فيش ضريح. ما ينفعش نتكلم في امور احنا مالناش فيها وكده يعني. السيد المحافظ بينزل طبعا يعني عامل طفره كبيره في محافظه السويس، وتم تجديد الثقه من فخامه الرئيس وللنائب وللسكرتير العام والسكرتير المساعد. تمام. طبعا نزل شارع النيل، ميدان المحروسه، الميادين، بيخش امام المحلات او الابراج، بيشيل الرصيف مثلا 8 متر 5 متر 6 متر، بيخليه مثلا نص متر او متر عشان المره والمشاة. وده يعني الصحيح، وده اللي كان لازم يحصل من زمان. علق لي على الكلام ده. انا عايز ارجع بس لورا شويه. احنا كنا بنتكلم في الحلقه اللي فاتت عن انجازات القوات المسلحه. تمام. وبالذات الفتره اللي كان سيادة الفريق اسامه عسكر قائد للجيش فيها. تمام. وما كان قبلها واللي كملوا بعدها من الساده قاده الجيش اللي جم. زي ما قلت لحضرتك، كان في تواصل اجتماعي جامد، اطلق شرارته سياده الفريق اسامه عسكر زي ما قلت لك بالكاريزما بتاعته، والموضوع ده هو ماشيين فيه القاده لغايه حاليا سياده اللواء خالد قناوي اللي كان ليه دور رباع كبير قوي في ثوره 25 و30 يونيو. هو وسياده اللواء عاهر العربي كان قائد الفرقه 19، اركان حرب الفرقه 19 ثم قائد الفرقه 19. سياده الفريق اسامه عسكر هو من اطلق ملحمة التواصل الاجتماعي مع الشعب السويس والمشروعات الضخمة اللي اتعملت. وقلت قبل كده في الحلقة اللي فاتت ان المشروعات دي ما اتعملتش في السويس من اول نشأة السويس. يعني مركز اورام. احنا معانا على الهواء مباشر مداخلة هاتفية الاستاذ عصام غريب، منسق بيت العيلة المصرية بمحافظة السويس. مرحب بيك يا استاذ عصام. اهلا بحضرتك يا فندم. استاذ عصام، استاذ عصام، دلوقتي احنا بنعرض انجازات للقوات المسلحة، ويعني عرضنا كم موضوع في المحافظة. عاوزك تعلق لي على إنجازات القوات المسلحة في محافظة السويس. لا طبعا، احنا محافظة السويس ده ايه يعني، في ارتباط وثيق بينها وبين الجيش. حضرتك شعب السويس ده اعتبره جيش في شعب السويس، يعني الجيش اللي عندنا في محافظة السويس في ارتباط وثيق جدا. الإنجازات طبعا كتير جدا. انت ذكرت اسم اللي هو الفريق اسامة عسكر. انا يعني اعرف الشخصيه دي المحترمه، وتعاملت معاها في اللجان الشعبيه في محافظه السويس. كان ليه دور كبير جدا في تجميع الاسلحه اللي اتسرقت من اقسام الشرطه بعد ثوره او فوضى 25 يناير. كان ليه دور كبير جدا مع الجيش الثالث في تجميع هذه الاسلحه من البلطجيه ومن ارباب الصوابق. تمام. كلمنا عن الضريح اللي اترفع من شارع النيل او ميدان المحروسه. اولا الضريح ده احنا عشنا في وهم كبير جدا، الوهم ان في ضريح هنا ببعض السيدات العاطرات وبعض اللي عندهم ازمات صحيه ونفسيه بيروحوا يتعالجوا. وفي ده من زمان، يعني انا عندي حوالي 58 سنه. تمام. من يوم ما رجعنا من الهجره واحنا سامعين ان في هنا ضريح، في مرقه، وفي ليه بركات وليه اشياء كده بعض الناس بتستغلها استغلال نادي. طبعا انا برحب وبحيي اللي هو صقر ونائبه دكتور رمضان على هذا القرار
الجريء والسريع اللي فعلا غيرنا وغير مفاهيم اللي احنا بنعيش في وهم اسمه ضريح. وده على ما اعتقد في جموع القرى والمدن في المحافظات الجمهوريه موجود هذا الوهم يعني. اشكرك اشكرك يا استاذ. تحياتي يا استاذ هاني. تحياتي يا فندم. معايا حاج مصطفى. نرجع لموضوعنا. الست الفريق اسامه عسكر زي ما قلت لحضرتك اطلق شراره التواصل الاجتماعي وبعده مشروعات انشئت في السويس. عندك مركز الاورام، عندك مدرسه بدر الدوليه، عندك منتزه بدر، عندك تطوير اسواق بدر وشفنا اثرها، عندك الميناء الجاف ما كنا ذكرناها قبل كده، عندك انشاء 2 كوبري في منطقه الجناين عشان المدارس والكلام ده اللي سيادتك نوهت عنهم في اول الحلقه. انشا كمان سيادته منتزه بدر تاني في منطقه الجناين لابناء الجناين، وخلفه كان مدي قطعه ارض 500 متر لابناء القبائل العربيه ينشئوا فيها مركز ليهم يعني. سياده الفريق اسامه عسكر عمل حاجات كتيره قوي كويسه في السويس، منطقه كسفريت، منطقه المنطقه اللي هي حوالين مركز تدريب القوات الجويه، كانت المنطقه دي كلها ما حدش يقدر يخش فيها وكلها تجيب تعابين وافات على المنطقه المجاوره، كلها اتزرعت واتصلحت ويعني تم تاجيرها للاهالي. النهارده منظرها جميل وبتجيب شغل كويس. سياده الفريق اسامه عسكر في الفتره اللي هو قضاها في السويس قام بتطوير الوحدات العسكريه المختلفه، الفرقه 23، قريه الروضه، الفرقه 19، وشفنا بعد منه سياده اللواء محمد عبد الله جه كمل وطور الفرقه الرابعه. تمام. يعني مشروعات كثيره جدا، منطقه الميناء الجافه زي ما ذكرت وقلت، وانشاء الفندق فيها، وانشاء تلاجتين كبار مش موجودين في مصر كلها. تلاجه 6000 طن. الحمد لله كل ده تم عرضه على الشاشه. تمام. كلمني بقى عن رجال الشرطه، طبعا ليهم حق اللي هم ياخدوه طبعا بعد الثوره، وطبعا كان لسه يعني في ناس بتضرب طوب وازاز وتم ضبط النفس من رجال الشرطه والحمد لله. تمام. الموضوع عدى على خير. انا عايز اقول لك على حاجه، كل رجال الشرطه اللي خدموا في السويس مسكوا بعد كده مناصب كبيره في وزاره الداخليه، منهم اللواء جمال عبد الباري، منهم اللواء مصطفى شحاته، منهم اللواء عادل رفعت. انما انا خليني اتكلم في الحاليين. اتفضل. اللواء محمد جاد انا بمثله بشيخ العرب، مش يعني مدير امن، لا ده راجل محترم جدا، راجل حرفي محترف. الراجل ده انا بوجه نداء من خلال برنامجك هنا لوزير الداخليه وللسيد رئيس الجمهوريه ان يجددوا فيه الثقه سنه واثنين وثلاثه تاني في السويس، ربنا يديله طول العمر. تعامل مع الاحداث اللي فاتت دي بمنطق جميل جدا، تعامل بروح القانون بهدوء شديد جدا يحسد عليه. نقل مكتبه من مديريه الامن لميدان الاربعين 24 ساعه. انا في كل مكان بروحه بلاقي اللواء محمد جاد موجود. تمام. وربنا كرمه، كان احنا عندنا برضو سياده اللواء خالد ابراهيم اللي راح الامن العام، وقبل منه اللواء محمد والي. تمام. اللي برضو راح الامن العام. في دلوقتي اللواء عامر، راجل محترم جدا وراجل برضه محترف، هو مدير المباحث. مدير المباحث، راجل محترف جدا. عندنا برضه كفاءات شرطه يعني على اعلى مستوى، ابن السويس بعتبره العميد ايمن عبد الحميد، رئيس مباحث المديريه. ده ابن ابن السويس دوت. تمام. وبرضه عندنا العقيد شريف سلامه. الموضوع ده كله انعكس على المرور في السويس. كلمني بقى عن المرور. انا جبت الموقف في محافظه. تمام. السويس وعرضت المشكله، وهناك اصحاب السيارات والناس اللي ماسكه الموقف هناك، الناس كلها زي ما انت شايف عاملين ملحمه وحب مع بعض وكله اتكلم. كلمني على موضوع الموقف ده. موضوع الموقف ده من حوالي 40 سنه يعني. تمام. جينا السويس سنه 74 والموقف ده موجود، زي موقف الكربه ما هو موجود. وخلي بالك في مواقف كتير في مصر نفس القصه، يعني في موقف في شارع 26 يوليو في وسط القاهره لدمياط. ده الموقف ده بيخدم المواطن، بيوديه من السويس لرمسيس مباشر. لكن انت لو ركبت من الموقف اللي هو الرسمي الكبير بيوديك منطقه اسمها الاربعه ونص ويغير ويبهدلوا الناس. بص، عشان المشكله يعني دي انا يعني كنت فيها ويعني اتكلمت فيها قبل كده. تمام. لازم يتوضع لها حل بروح القانون يعني. بمعنى ايه؟ بمعنى ان طالما الامور ماشيه خليها ماشيه، لان الموضوع ده موجود في جميع المحافظات. تمام. يعني روح دمياط، روح اسكندريه، روح اي مكان هتلاقي الكلام ده موجود هناك. طب ما هو كان لو في موقف الشال ما كانتش محافظه القاهره كانت شالته من رمسيس ومن القللي. مظبوط. موجود. مزبوط. هناك. مزبوط. وزي ما قلت لك في شارع محمد علي في موقف لمحافظه البحر الاحمر. فطالما الناس ساكتين وبيعملوا يعني المسؤولين عن الموقف ده مش عاملين مشاكل، سيبهم في حالهم زي ما هم شغالين. كلمني بقى عن تطوير محافظه السويس
يعني الأول قبل ما أتكلم القاسي والداني تمام. الدولة بصت لمحافظة السويس من تطوير تمام. بنية تحتية تمام. لرصف لإمارة يعني مهما هقول أنا بنزل بالكاميرا بنفسي وأنا اللي بسجل مع المسؤولين وأنا عاوزين بقى يعني إيه الناس اللي هي متابعة في الشوارع الرئيسية. بص يعني صل على النبي زي ما قلت لك اللي أطلق شرارة التواصل بين الشعب ورجال الأعمال في السويس والدولة سيادة الفريق محمد عسكر تمام. مع كامل احترامي لكل المحافظين اللي فاتوا ناس محترمة وناس كل حاجة لكن المحافظ الحالي اللي هو أبو جيش صقر واسمح لي أقول يعني عليه عاشق النجاح راجل ده راجل محترم راجل جاي لهدف معين وجاي بتكليف معين من القيادة السياسية أنا تمام. أعلم أنا أعلم ذلك تماما يعني إن هو يشوف السويس عايز إيه ويشوف وضع السويس عايز إيه راجل ما بيقعدش في مكتبه قد ما يمشي في الشارع تمام راجل ما بيلبسش بدلة وكرافتة ما بيلبس تيشيرت وقميص ففرصة لينا إن إحنا الراجل دوت طالما موجود راجل صاحب قرار والسويس عايز راجل صاحب قرار وزي ما قلت الحلقة اللي فاتت الراجل ده يعني كان قائد ناجح في وحدته ده كان مدير الشرطة العسكرية وكان ناجح في وحدته فإحنا نستغله المفروض استغلال الكويس لما جه طلب من أحد رجال الأعمال الحاج إسماعيل رضوان تطوير أو مساعدة في تطوير طريق السخنة اللي هو ال 14 كيلو قصاد الشركات ونزل خلي بالك الشارع ده الحاج إسماعيل بمعداته خلي بالك الشارع ده برضو تمام تمام برضو حق الحاج إسماعيل برضو على الهواء بعد احترامي ليك حقه ياخده تمام الحاج إسماعيل رضوان من رجال الأعمال المحترمين في محافظة السويس نزل بمعداته طريق الأدبية طبعا يعني تم تطوير 14 كيلو ما فيش حد عمل اللي هو عمله أي وقت كان السيد المحافظ أو الجهات الأمنية بيطلبوا معدات من لوادر للسيارات ما كانش بيبخل على الناس دي كل واحد حقه ياخده يا ريت مش نقلد يا ريت نغير من رجال الأعمال اللي هي بتقف اتجاه الدولة بس أنا عاوز كلكم كسبتم وكلكم عملتم اللي انتوا عاوزينه نبص بقى للدولة شوية يا ريت أنا عاوز أقول لحضرتك نرجع بالذاكرة ورا شوية الشارع ده صلاح نسيم دوا قدام الشركات كان كل يوم والتاني حادثه وحادثه يعني مروعه تمام لغايه ما جه سياده الفريق اسامه عسكر وكلم رجل الاعمال الناجح جدا واللي انا بقدم له كل تحيه على الهواء الاستاذ رفيق الضو تمام مستثمر الوحيد راجل المحترم راجل محترم جدا تمام وراجل ساعد السويس كتير وتواصل مع شعب السويس كتير في عده مشروعات يعني انا شفت له فيديو امام رئيس الجمهوريه بيقول مصر دي امي ومصر مش عارف أنا ايه وحاجه جميله انا برضه. انا بقول لو انا صاحب قرار بوجه يعني قراري وكلامي لسياده الرئيس فتحي السيسي ربنا يديله طول العمر ان الراجل ده ياخد الجنسيه المصريه يمنح الجنسيه المصريه ليه الراجل ده لما جه طلب منه سياده الفريق اسامه لكتله الحوادث في المنطقه دي قال انا هوضب المكان اللي قدام المصنع بتاعي فسيادة الفريق بحنكته وخبرته طلب من اصحاب الشركات التانية ان هم كل واحد يوضب قدام شركته لغايه ما وصل الشارع زي الصوره اللي انت عرضتها دي جه سيادة اللواء عبد المجيد صقر حب يطور الحته اللي بين الشارع وبين منطقه المنطقه الاستثماريه الهيئه الاستثماريه اللي جنبه ده كان مليان بوس وكان مليان حاجات كتير المنطقه دي يعني مره حاجه معايا مكالمه هاتفيه غريب من السويس مرحب بيك يا غريب أنا حبيك يا أستاذ هاني على الهواء أنا حبيك يا أستاذ هاني وأشكر الحاج مصطفى أبو غبان على كلامه الجميل دوت وأشكر البرنامج الجميل دوت اللي هو برضه بنقول شعب السويس اللي في ناس بيتكلموا على السويس برضه بطريقة مش كويسة في بلاد تانية وإحنا بلدنا جميلة جدا وشعبها كويس جدا السويس عروس البحر الاحمر السويس في المقدمه ما تقلقش اشكرك اشكرك يا غريب اشكرك كنا بنتكلم بنقول ان سياده المحافظ لما جه يطلب من رجال اعمال كتير تطوير الشارع دوت كله رفض لان التكلفه كانت عاليه التكلفه حسب ما انا سمعت كانت 45 مليون جنيه لغايه ما جه الحاج اسماعيل رضوان وتبرع بانه يعمل الشارع وعمل منطقه زي ما شفنا كده انت بتطلع من اول الكبانون لغايه ما توصل ليتك بتشوف البحر بتاع المنظر البحر جميل وشفنا راجل قد ايه كان بيتواصل الليل مع النهار ده رجل اعمال تبرع بالحاجه دي وعملها ونجح فيها انا بدعو فعجاله بقى طريق السويس اسماعيليه فعجاله قبل ما اختم
طريق السويس اسماعيلية في نص دقيقة بدأوا فيه يشتغلوا فيه، ويا ريت يعني الفترة اللي جاية كده نشوفه كده زي طريق مصر السويس، لأن الحوادث هناك كترت بطريقة. سويس عروسة البحر الأحمر؟ طبعا إن شاء الله. ربنا يحفظ مصر طبعا إن شاء الله وأهلها إن شاء الله إن شاء الله وجيشها إن شاء الله ورجال الشرطة. في كلمة أخيرة البواسل بسرعة، في كلمة أخيرة عشان الوقت. أنا بدعو السيد محافظ السويس إن يعمل أسبوع إخاء بين محافظة السويس ومحافظة جدة ومحافظة السويس ومحافظة الوجه في السعودية. يجيب رجال الأعمال في محافظة الوجه، لأن دول محافظين اللي قصادنا، يجيب رجال الأعمال هنا ورجال الأعمال هنا ويدعوهم ويوري لهم المشروعات. هعمل تنويه خاص للسيد محافظ السويس. يدعو محافظة جدة. وشرفت ونورت برنامج الجريء وشاشة الصحة والجمال. وآخر كلامي الله المستعان، وخليكم معنا في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.